للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أيمن سمير خبير العلاقات الدولية. دكتور أيمن برحب بحضرتك على شاشة إكس نيوز إلى هذه التغطية الخاصة لحصاد 2021. دعني أبدأ معك بالثوابت المصرية. في يوليو الماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الثوابت الراسخة في علاقات مصر ربما أو إدارة مصر في علاقاتها التاريخية. نتحدث هنا عن احترام متبادل الجروح للسلام، إعلاء قواعد القانون الدولي. إلى أي مدى يوجد هنا عوانين ربما واضحة في سياسات مصر وتعاملاتها الخارجية؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، وكل عام وأنتم وكل مصر والشعب المصري بألف خير وسلام وسعادة. طبعا السياسة الخارجية المصرية تحظى بمقبولية كبيرة جدا وقبول وسعي من كافة دول العالم وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعميق علاقتها مع مصر، سواء في المجال السياسي أو في الاقتصادي أو حتى في المجال الأمني والعسكري. هذا ليعود لمجموعة من الثوابت ومجموعة من المحددات. في تقديري في أهمها، أولا أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن مصر تبحث عن المساحة المشتركة مع الأطراف الأخرى لتوسيع هذه المساحة وتجنب أي جزئية أو مساحة من الخلافات. هذه السياسة أيضا جعلت مصر هي محور استقرار منطقة الشرق الأوسط، لأن مصر تنظر إلى نفسها باعتبارها دولة قائدة ودولة هي محور التفاعلات في المنطقة، وبالتالي تقدم نفسها كدولة تساعد الآخرين وتدعم الآخرين، لكنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. الأمر الآخر أن مصر دائما تفضل الحلول السياسية والحلول السلمية ومناقشة الخلافات على طاولة النقاش، بعيدا عن اللغات الخشنة ولغة البندقية والرصاص التي يعني فضل البعض استخدامها في سنوات ماضية. هذا الأمر جعل الجميع ينظر إلى مصر باعتبارها دولة مسؤولة، دولة تنظر للقانون الدولي باعتباره محدد ويشكل الخطوط الفاصلة ما بين المصالح والأطماع وما بين التدخلات وما بين الحفاظ على المصالح الوطنية. لكل ذلك كل دول العالم في كافة الدوائر، سواء على المستوى العربي، على مستوى الأفريقي، على مستوى شرق المتوسط، على مستوى الأوروبي، حتى على مستوى الدولي، العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى هي في أحسن حالاتها. ربما تكون مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لديها اتفاقيات تعاون استراتيجي مع الدول الخمسة الأعضاء دائم العضوية في مجلس الأمن. لديها اتفاقية استراتيجية للتعاون الاستراتيجي دخلت في يناير 2021 مع روسيا، وكان قبلها لديها أربع اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع المملكة المتحدة، مع فرنسا ومع الصين. أيضا التحركات الخارجية المصرية، تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحقيقة أعطت مصر طعم جديد الدبلوماسية الرئاسية. مصر من قبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في النصف الثاني من عام 2014 كان لها علاقات مع دول كثيرة، لكن أنا في تقديري الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدخاله الدبلوماسية الرئاسية بقوة وحرصه على الزيارة والمتابعة والحديث في النقاش والتفاصيل حول أسس ومحددات العلاقة المصرية مع هذه الدول، أنا في تقديري هذا أسهم في تعميق وتقوية العلاقة المصرية مع كافة دول العالم. يمكن حضرتك أشرت في التقرير إلى أن الرئيس هو أول رئيس مصري يزور العراق مثلا منذ 30 عاما. في تقديري وفي تقدير الآخرين أن هذه الزيارة كانت زيارة جريئة وزيارة شجاعة، وعبرت عن دور مصر الحقيقي في العالم العربي. كمان الرؤية، فكرة رؤية رئيس لعلاقة مصر الخارجية وكيف يمكن أن يستفيد منها حتى المواطن المصري في الداخل عندما ننظر. دكتور أيمن معلش، أنا آسف على المقاطعة، لكن ستسمح لي بسؤال تتابعي عطفا على الجزء الأول من إجابة حضرتك على سؤال ندى. حضرتك أشرت إلى مفاهيم ومبادئ سهلة للغاية على مستوى التنظير السياسي والفلسفي، لكن إذا ما ترجمت في إقليم مضطرب في عالم يعيد النظر في خارطة تحالفاته على مدار السنوات العشر المنقضية، هذه مسألة مكلفة وصعبة للغاية أن تنأى مصر بنفسها بعيدا تماما عن خارطة التحالفات الجديدة والمستحدثة وبعيدا عن نمط الاستقطاب الخشن. كيف ترجمت مصر ذلك على الأرض والمسألة تبدو صعبة للغاية؟ طبعا يعني أتفق معك تماما أستاذ أحمد، أن فكرة أن تكون متوازنا وأن يكون لديك علاقات قوية وبها زخم وبها قوة مع كافة القوى المتصارعة والمتنافسة في العالم، هذا أمر ليس سهلا. الجميع يتحدث عن بالفعل بات العالم يعني على شفا أو على مقربة من حرب باردة حقيقية. هناك تنافس اقتصادي وتنافس سياسي وتنافس عسكري على منطقة الشرق الأوسط وعلى شمال أفريقيا وعلى شرق البحر الأبيض المتوسط. كون الدولة المصرية
مصرية تستطيع أن تصيغ مصالحها بمفاهيم لا تصطدم مع مصالح الآخرين، وفي نفس الوقت تستطيع أن تجد مساحة مشتركة مع الجميع، هذا أمر في غاية الصعوبة. لكن أنا في تقديري الركون إلى المبادئ والركون إلى القانون الدولي والاعتماد بشكل واضح وصريح على مفاهيم واضحة ومعلنة أن العلاقة المصرية تقوم مع الآخرين على الاحترام المتبادل، على المصالح المتبادلة، هذه المفاهيم أنا في تقديري هي مفاهيم واضحة عندما توضع على الطاولة وعندما يتم تطبيقها بشكل عملي في العلاقات مع الدول لا يكون فيها أيضا مشكلة. الأمر الآخر وفي تقديري هذا الجميع يتحدث عن هذه النقطة وهي في غاية الأهمية، أن ما تقوله مصر في العلن هو ما تقوله في الغرف المغلقة، هذا شيء في غاية الأهمية، وهذا يعطي الدولة المصرية دور ومصداقية كبيرة جدا. الجميع في العالم يتسابق على بناء علاقة مع مصر لأن مصر ما تقوله تلتزم به. في قضية مثلا مثل قضية الهجرة غير الشرعية، الجميع يتحدث عن الالتزامات وعن أنه يمنع هذه الهجرة، لكن مصر هي الدولة الوحيدة منذ 2016 وحتى الآن هي التي التزمت بشكل كامل بهذا الموضوع، وبالتالي الدول الأوروبية تنظر إلى مصر باعتبارها دولة تلتزم بما تقوله، وهذا أمر بالمناسبة في مجال العلاقات الدولية أمر صعب للغاية. كثيرا ما تكون هناك بيانات وكلمات يعني جميلة ورائعة لكنها على أرض الواقع لا تكون كذلك. نفس الأمر فيما يتعلق بالمناخ، الجميع يلتزم بيتحدث عن الحياد الكربوني والوصول إلى صفر كربون لكن لا تجد مشاريع موجودة على الأرض. لكن انظر عندما زار السيد الرئيس أسوان مؤخرا والجميع اكتشف المحطة العملاقة لبنيان، هذا الأمر ربما لم يعني يكشفه الإعلام من قبل لكنه يؤكد التزام الدولة المصرية بما تقوله. ولهذا في تقديري الدول كلها وافقت بالإجماع على استضافة مصر مؤتمر كوب 27 في 2022 في شرم الشيخ. هذه العلاقة الإيجابية بين القول والفعل، ما بين ما يقال في العلن وما يقال في الغرف المغلقة، أنا في تقديري بيعطي مصداقية كبيرة ويفتح أفاق كبيرة جدا للتعاون بين مصر والدول الأخرى. وهذا بالفعل تم ترجمته، يعني مثلا كان قبل عام 2014 هناك خلل في الميزان التجاري المصري مع العالم في 92 دولة، منذ 2014 وحتى الآن استطاعت مصر أن تغير الميزان التجاري لصالح الدولة المصرية صحيح. والشعب المصري. دكتور أيمن، قبل أن ننتقل للنقطة إلى النقطة المتعلقة بالعلاقات الخارجية وتأثيراتها الاقتصادية، يمكن حضرتك كنت بتتحدث في نقطة في غاية الأهمية. البعض من الممكن أن يتساءل كيف من الممكن أن تكون لسياسة مصر الخارجية وتحركاتها بشكل خارجي لها تأثير على المواطن المصري البسيط، خاصة وأن الأمر مرهون ومربوط ببعضه البعض. يعني عناوين مصر المستقبل رأينا فيها أنه لا يمكن أن يكون لمصر سياسات خارجية قبل أن تقوم بتقوية جبهتها بشكل داخلي. صحيح، يعني أتفق معك تماما. ربما يعني كان البعض والكثيرين ينظروا للسياسة الخارجية المصرية قبل ثورة 30 يونيو باعتبارها نوع من يعني الرفاهية، نوع من العمل الضروري باعتبارك موجود في العالم فلا بد أن تقيم معهم علاقة. لكن أنا في تقديري الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى مفهوم السياسة الخارجية المصرية مفهوم جديد وبعد جديد ومساحة كبيرة وجديدة. هذه المساحة تقوم على أن كل تحرك في الخارج هو هدفه هو خدمة المواطن المصري في الداخل، وهذا يتحقق بشكل كبير على كافة المستويات. يعني عندما مثلا عندما رغم جائحة كورونا في 2020 و2021 استطاعت مصر أن تستعيد جزء مهم من السياحة، هذا كان نتيجة لثقة الدول في قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة مناسبة لاستعادة السياحة. نفس الأمر بالنسبة للاستثمارات، عندما تنظر لدولة مثل مصر رغم ما في العالم من جائحة إلا أنها في 2020 و2021 كانت من أكثر الدول استقبال الاستثمارات الأمريكية في القارة الأفريقية. هذه الاستثمارات يتم ترجمتها بشكل مباشر إلى مشروعات تخلق فرص عمل يستفيد منها المواطن بشكل مباشر. أيضا قوة وزخم وحرص الدولة المصرية والتفاعل مع الدول الأخرى ومع الصناديق الاستثمارية الموجودة في الدول الأخرى وقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقناع الدول الأخرى للاستثمار في مصر وخلق بيئة استثمارية وخلق بيئة سياسية مستقرة تسمح بالاستثمار، هذا بينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وخلق فرص استثمارية وبالتالي
وجود مشروعات تحقق الرخاء وتحقق المشروعات للمواطن المصري في النهاية. يعني ربما الحديث مثلا عن قضية أو مشروع مثل موضوع الصرف الصحي، جزء كبير جدا من مشروع الصرف الصحي بيتم تمويله من خلال صناديق وتعاون اقتصادي واستثماري ما بين مصر ودول أخرى تحديدا في أوروبا ومنها أسبانيا. هذا في غاية الأهمية للمواطن. طب دكتور أيمن معلش، نحن ملاحقون بضغط الوقت كما يبلغنا الزملاء، الآن سؤال الأخير لحضرتك بعد إذنك حول الكيمياء السياسية، وكثيرا ما قيل إن الكيمياء السياسية قد تؤثر في قليل أو كثير عن مستوى العلاقات، لكن اختلفت الإدارات الأمريكية وتبدلت 3 إدارات أمريكية عاصرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقيت وتيرة العلاقات ممتازة في إيطاليا من ماتيو رينزي لجوزيبي كونتي لماريو دراجي، والعلاقات المصرية الإيطالية تحافظ على زخم معتبر. مع اليونان حضر أليكس تسيبرس ثم أتى كرياكوس ميتسوتاكيس والعلاقة ممتازة. فرنسا من فرانسوا أولاند إلى الرئيس ماكرون ولا يعلم مستقبل الإدارة الفرنسية، والعلاقات رصينة جادة مصلحية بشكل ممتاز للغاية. ما الذي وفرته مصر في السنوات الماضية على مستوى طمأنة الشركاء الأجانب؟ وانا اشكرك على هذا السؤال استاذ احمد، لانه عندما تتغير الادارات احيانا تتاثر العلاقه ما بين الدول نتيجه لتغير الاداره، وبمناسبه هذا يحدث حتى بين الحلفاء والاصدقاء. لكن قدره الدوله المصريه وقدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يحافظ على مساحه ثابته في العلاقه المصريه مع كافه دول العالم، بل تزيد هذه المساحه كل يوم وتقترب من تحقيق غايات واهداف السياسه الخارجيه المصريه، انا في تقدير هذا يحسب لمصر ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه في تقدير هي تنطلق من قناعه حقيقيه وليس تنطلق من كلام او شيء الغرض منه هو التسويق فقط. مصر عندما تقول انها تلتزم بشيء هي تلتزم به، عندما تقول مصر انها تؤيد عمليه السلام في الشرق الاوسط هي تقول ذلك عن قناعه بالفعل ان السلام والاستقرار في المنطقه هو الذي سوف يوفر حياه حقيقيه لشعوب المنطقه، وان القضيه الفلسطينيه ما زالت اذا كانت مستمره ولا يوجد لها حل لن يكون هناك استقرار في المنطقة. مصر تقول هذا الأمر للجميع وبصورة واضحة وبصورة صريحة، فبالتالي عندما تتغير إدارة وتأتي إدارة جديدة وتنظر في الملفات القديمة تجد الكلام الجديد هو نفس الكلام الذي قيل لدى الإدارات السابقة. أنا هذا في تقدير هذا يعطي ثقة كبيرة جدا في القيادة المصرية وفي السياسة المصرية، ويوفر أيضا مسارات وأفاق كبيرة جدا للتعاون في المرحلة القادمة. دكتور أيمن سمير الباحث المتخصص في العلاقات الدولية منضم إلينا عبر الهاتف، فأنا أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا.